السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة الشروق تي في، ومرحبا بكم في حصتكم ستيلو أحمر. كما عودناكم ككل أسبوع أو ككل 15 يوم أو ككل 20 يوم، أستضيف شخصية ما وأستضيف محب الشعوب. هو شمسو. شكرا شكرا جزيلا، راني معاكم حتى انا، وحتى انا الناس اللي يحبوني نحبهم. القضيه تاع اليوم راهي قضيه مش خطيره بزاف. القضيه نحكيها لكم الانسان هذا اللي وقعت قدامي، هذا كان يخدم عساس. لا لا، انا عمري ما خدمت عساس، انا من نهار الاول. مانيش عليك. انا راني على الاخ. تفضل تفضل. الاخ هذا كان يخدم عساس، ومن بعد الاخ سميشو عاقبوه، زادوه في القراط. كي زادوه في القراط، ماشي القراط، القراط القراط، راني نسمع، راني فاهم، القراط تاع الكلاب هذاك اللي صار، راني فاهم. زادوا في القراط، طلع مدير. هو بالنسبه لي قال لك عاقبوني، وخلوني اساس كبير. اذا القى روحه في منبع من المال، وبطبيعه الحال بدا ياكل. شمسو هنا واش نقولوا؟ خليه ياكل، مادام لقيت الماكلة كل، أنت تاكل، شاكيب خليل ياكل، وقاع راهم ياكلوا، وين بانت الماكلة تاعك أنت، ومن بعد يزيد تروح للحبس، يزيدوا يمدوا لك الماكلة، يديروا لك النميريك، يديروا لك الإنترنت، الطبيب، كلوا قاع راها طالقة كلوا. يلا قبل ما نطلقوا للانسان هذا اللي كلا درهم الدوله، دركا نروحوا لموضوعنا، السرقه. والسرقه بطبيعه الحال اصبحت عمل ولا طلع موضه في الوقت اللي رانا عايشين فيه. السرقه هي اللي هلكتنا، لازم العداله تزير روحها شويه. انا نبلغ هذا النداء الوزير العداله، يا وزير العداله راك مسؤول، زيروا العداله، راه اللي يسرق ما ديروا له والو، اللي يخون ما ديروا له والو، اللي يقتل ما ديروا له والو. اما لا، هاد الناس لازم ديروا لهم حل. كيفاش راكم باغين هاد الامه تسقط والدعوه راها طالقه؟ شكرا شكرا الاخ سمشو. دوك معايا ضيفي الكريم، واش راك سي خليل؟ الحمد لله ونشكركم على هاد الاستضافه. هل انت نادم على الشيء الذي فعلته؟ علاش نندم؟ انا ما درت حتى شيء يخالف القانون ولا انا. كم سرقت من الخزينه؟ ما سرقش بزاف، ما قدرش نقول لك العدد امام الكاميرا، ولكن شيء بسيط مع اللي الناس داروا. يفوت المليار؟ بيان سور يفوت مليار، شرا يدير لك اليوم. نعم مليار سيدي. مليار ما راه يدير والو، وتقول فيها وجهك احمر. ارقص ارقص خير، غني يا سراق. هاد الدراهم اللي سرقتهم راهم دراهم المساكين، دراهم الشعب. عيب عليكم، حرام عليكم، خليكم من هاد السرقة، خليكم من هاد الخيانة. دوك انت تسرق، وبن عمار يسرق، والجلالي يسرق، وقدور يسرق، قاع تسرقوا. فاصل ونوصي سيدي. زادوا في القراب، طلع مدير. هو بالنسبه لي قال لك عاقبوني، وخلوني اساس كبير. اذا القى روحه في منبع من المال، وبطبيعه الحال بدا ياكل. شمسو هنا واش نقولوا؟ خليه ياكل، مادام لقيت الماكله كل، انت تاكل، شاكيب خليل ياكل، وقاع راهم ياكلوا، وين بانت الماكله تاعك انت، ومن بعد يزيد تروح للحبس، يزيدوا يمدوا لك الماكله، يديروا لك النميريك، يديروا لك الانترنت، الطبيب، كلوا قاع راها طالقه كلوا. يلا قبل ما نطلقوا للانسان هذا اللي كلا درهم الدوله، دركا نروحوا لموضوعنا، السرقه. والسرقه بطبيعه الحال اصبحت عمل ولا طلع موضه في الوقت اللي رانا عايشين فيه. السرقه هي اللي هلكتنا، لازم العداله تزير روحها شويه. انا نبلغ هذا النداء الوزير العداله، يا وزير العداله راك مسؤول، زيروا العداله، راه اللي يسرق ما ديروا له والو، اللي يخ
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شروق تي في، ومرحبا بكم في حصتكم ستيلو أحمر. كما عودناكم ككل أسبوع أو ككل 15 يوم أو ككل 20 يوم، أستضيف شخصية ما، وأستضيف محب الشعوب هو شمسو. شكرا شكرا جزيلا، راني معاكم حتى انا وحتى نكون مديرو لوالو اللي يقتل مديرو لوالو. اما لا، هاد الناس لازم تديرو لهم حل. كيفاش راكم باغين هاد الامه تسقط والدعوه راها طالقه؟ شكرا شكرا الاخ سمشو. دوك معايا ضيفي الكريم، واش راك سي خليل؟ الحمد لله ونشكركم على هاد الاستضافه. هل انت نادم على الشيء الذي فعلته؟ علاش نندم؟ انا ما درت حتى شيء يخالف القانون ولا انا. كم سرقت من الخزينه؟ ما سرقش بزاف، ما قدرش نقول لك العدد امام الكاميرا، ولكن شيء بسيط مع اللي الناس داو. الناس اللي يحبوني نحبهم. القضيه تاع اليوم راهي قضيه مش خطيره بزاف. القضيه نحكيها لكم الانسان هذا اللي وقعت قدامي، هذا كان يخدم عساس. لا انا عمري ما خدمت عساس، انا من هذا الاول. معليش عليك. انا راني علم الاخ. تفضل. الاخ هذا كان يخدم عساس، ومن بعد الاخ سميشو عاقبوه، زادوه في القراط. كي زادوه في القراط، ماشي القراط القراط القراط، راني نسمع، راني فاهم القراط تاع الكلاب هذاك اللي راني فاهم.